سلام البنات، كبقيتو مزيان؟ اليوم جيتكم فيديو جديدة كما كتشوفونا في الصور. صوبت الوليدات همبرغر بالعجين ديال الباربا، ثقوا بيا بنات كيجي رائع. غادي نخليكم مع هاد اللقطات زائد واحد شلادة درتها بالفلفلة، غادي تشوفوا معايا ديك الساعة غنقول لكم الطريقة. واستعملت هنايا البرغولة البنات كما كتشوفوا معايا في الصور. هانتوما نخليكم مع اللقطات على ما نبداو. بالنسبه للمكونات كنحتاجو للدقيق، جوج معالق ديال باربا، جوج معالق ديال الزيت، قبصه ملح، وجوج كيسان ولا ثلاثة على حسب الحجم ولا القدر ديال الهمبرغ اللي بغيتو. صافي كنبقى هنا نعلك، هانتوما كتشوفوا ضغطه الزيت جوج معالق، ونبقى ندلك مزيان مزيان البنات ونخليهم يختمروا شويه وغيرتاحوا، وفي نفس الوقت غادي نقبصهم. هانتوما غتشوفوهم معايا، هانتوما هما ارتاحوا خمروا، كيجيو رائعين، كيجيو خفاف البنات شتيو. صافي هنا غنبقى نقبصهم، وهنا بالنسبه للقبيص قبصوا الحجم اللي بغيتو، واش بغيتوهم كبار ولا صغار. انا هنا درت شويه شويه هكا وشويه هكا البنات. وبالنسبه للبربه الا بغيتوها تجي يعني اللون هكا موف فاتح بزاف باش تبان لكم في العجينه كثروا، انا درت غير جوج معالق فقط غير باش نخرجوا شويه على المعتاد. هنايا البنات هما خمروا، دهنتهم بشويه ديال الحليب والزراره حسب الاختيار ولا حسب الرغبه كما كتشوفوا البنات. هنايا هنا درتهم يطيبوا. صافي هانتوما غادي تشوفوا الشكل ديالهم كي كيجي، ها هما كنوري لكم شتيو، وكي قلت لكم اللون ما كيجيش باين. بالنسبه لهنايا الحشوه ما بغاوش الوليدات الكفته ولا شرائح الدجاج، درت لهم هنايا انا ما حليتها شتو. هنا البنات كنقطع الفيلي ديال اللحم، بغاوها هما باللحم، ها انا كنقطع كنوري لكم السمك كنقطعها رقيقه رقيقه بزاف. بالنسبه للشرموله ديروا الشرموله اللي بغيتوها البنات، انا نعرف الوليدات شنو كيبغيو. المهم درت تما شويه البصيله، شويه المعدنوس، شويه الحرور، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار. صافي وكنشرمل كما كتشوفوا معايا، وكنحط كنشرمل وكنحط حتى كنسالي الكميه اللي عندي كلها. وهنايا البنات راه كي شرملتهم خليتهم ماكسيمو واحد نص ساعه وبديت كنطيب فيهم. هانتوما شفتوا كيجيو مشرملين واعرين البنات. صافي من بعد كنجبد الاله ديال بانيني البنات، وفيهم كنديرهم. ثقوا بيا عرفتي تتجيبهم خطيرين، اولا ما كتنشفهمش، وثانيا تتحمرهم دغيا وتوجدوا بسرعه، وبلا ما نقول لكم كتهز كميه تبارك الله وفيره هكا كنخليهم يوجدوا. صافي بالنسبه للشليضانه اللي حطاها، يعني قطعت فليفله، درت شويه ديال الملحه، شويه ديال مطيشه. صافي وعمرتهم بالبرغوله البنات. هنا البنات صافي جبت المايونيز، كل واحد شنو كيعشق هنايا، كل واحد شنو درت. انا درت لكم هذه، درتها لولدي انس كتعجبو هكا، والفوق درت لاصوص طوماط، شويه البصله مقطعه رقيقه. بالنسبه لهنا البصله علاش درت بصله مقطعه رقيقه، لان انا شويه ما تعجبوش هكاك باينه. هنا طريفات ديال الخس البنات كما كتشوفوا حسب الرغبه، شويه ديال البصله كذلك. هنايا درت هنا ديك الفيلي ديال اللحم ديالي، هانتوما انا ما عندوش مع لاصوصات بزاف البنات. هنايا عاد بغى الجبن، ها انا غادي نضيفو له، ولكن بغى جبن شيدر البنات، هذا المربع. صافي وهذا الشكل ديال الهمبرغر ديالنا كي كيجي، كيجي رائع. المهم حشيوه باش ما بغيتوه البنات، المهم ثقوا بيا كيجي رائع. وهذا الشكل اللي درت ديال الدريساج، كل واحد شنو درت له. هذا ديال انس كيف بغاه حطيته له، حطيت له حتى الفليفله ديالو. بالنسبه للبرغول زدت له شويه ديال الشرائح ديال الفيلي، شويه ديال الخس. صافي البنات كنتمنى هنا الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتطبقوه ويعجبكم كذلك وتردوا علينا الخبر البنات.
صحيح.